لليابانيين فلسفتهم الخاصة في تنسيق الزهور أو ما يعرف بفن إيكيبانا، صح كذا؟ إيكيبانا، واللي يعود لعصور عديدة. الموضوع عندهم أكثر من مجرد وضع زهور في وعاء يعتمد على مثلث يضم نقاط ثلاث تمثل السماء، الأرض، الإنسان. كما الفلسفة وراء الإيكيبانا تعتبر أيضاً مهمة. صراحة أجواء تجلب الهدوء كده والسكينة. خلينا نرحب بمؤسس شركة هدايا وزهور الأستاذ طارق أبو سمري. يسعد صباحك طارق. صباح الورد. يعني صراحة الألوان والتنسيق بكده لي طاقة خاصة مختلفة، قد إيش حلو هذا الفن وإيش هي المعايير اللي بيستند عليها؟ حلو. هلأ أول شيء شكرا على الاستضافة، تشرف نكون هون، إن شاء الله نقدم محتوى جميل للجمهور. توضيح بسيط، هلا نحن في المجمل في الوطن العربي التصاميم اللي بنشوفها في الباقات المتعارف عليها في السوق اللي هي اكثر متناسقه او متوازنه هي من الالهام الاوروبي. مزبوط. بالمجمل، وحتى هذا اللي نحن اليوم بنقدمه في السوق مع لمسه خاصه طبعا. فكونه نحن كنا حابين نقدم ما هو جديد او متميز، ضيفي عليها فكرة انه نحن عاشقين للثقافة اليابانية من تصاميم، من منتجات، من طريقة معيشة. صحيح. فكنا حابين نفوت في مجال الورد الياباني، فلما عملنا الأبحاث اكتشفنا انه لا يوجد شيء اسمه ورد ياباني، انما في ولكن مش هذا اللي هو بيمثل ما هو الورد الياباني، انما هي المدرسة للتنسيق وطريقة تنسيق الزهور والتي تسمى في الإيكيبانا. حلو. فما هي الإيكيبانا؟ ايش هي الإيكيبانا؟ الإيكيبانا هلا من اجمل الاشياء في اليابان ريم، انه عندهم مصطلحات تعني جمل. مثلا كلمه ايكيغاي واللي هي ينشار عليها كتاب، ككلمه تعني شو اللي بيخلي الانسان يفيق الصبح متحمس يبلش الحياه. عندهم مثلا كنتسوجي، اذا عمرك شايف الفخارات اللي معرقه ذهب، هاي لانه في اليابان لما ينكسر شيء بيرجع بيتصلح في الذهب كي يصبح اجمل مما كان. كالانسان بقول لك الانسان لما يمر في ظروف ويتعب ويعاني من ثم يتعافى منها بيرجع بيطلع منها اجمل وافضل واوعى. مظبوط. فاحدى هالمصطلحات هي الايكيبانا. ايكيبانا كمعنى كمسمى تعني اعطاء الحياه للزهور. يا سلام، كيف يتم اعطاء الحياه للزهور؟ كيف؟ بطريقه التنسيق بشكل مناسب. صحيح. سو بدايه اذا قدامك انت شايفه هون زي هذه الجميله، زي هاي الاسورتمنت اللي قدامك عندك، بدايه لازم الورد دائما يكون ظاهر بالكامل. مش بس الورد اللي فوق مثل التقليدي. نعم. مزبوط. يعني بتلاقي انت الساق تبعت الورده مع بتلاقي الليفس واضحين كي تبرز جماليتها الكامله. مزبوط. الشغله الثانيه التصميم عشوائي اكثر ما هو مرتب ومنظم مثل ما نحن متعودين. يعني مثلا بتلاقي في عندك شيء على درجه 70 75%، بتلاقي شيء على درجه 45 او 30، فدائما التصاميم عشوائيه. واضافه لكل هذا على انك انت تعطيهم فراغات لا يظهروا جمال. بس كمان نوع الورد هنا مختلف، يعني في انواع ورد معينه، هل هي يابانيه؟ هلا هم في عندهم ورود انشهروا فيها في بعض الاماكن مثل الساكورا، التشيري بلوسمز في الربيع، مثل البامبو، ولكن انت ممكن تستخدمي اي ورده، توليب، روز، هايدرنجا، ما بتفرق طول ما طريقه التنسيق هي تتبع فلسفه الايكيبانا. طب في الفلسفه ايضا هناك الماء. نعم. يعني عشان كذا هنا محطوط مويه. صح. طيب وانا بشايفه هذه اللي نفس الورود مثبت عليه اللي هي الدبابيس دي. صحيح. كيف مثبتها عليها؟ الورود تعتبر كثير وهذه تعتبر صغيره. صحيح. مره يعني. فهو هذا هاي احدى العناصر او الاداه اللي تستخدم
حتى تعطيك الشكل العشوائي مع البساطة مع جمالية الوردة في الكامل. اسمها كنزان، حتى إذا بنقدر نقرب الكاميرا شوي لهون حتشوفي إنه هي ذو وزن عالي، غالبا يدوية معمولة من اليد، وبتعطي منسق الزهور المجال إنه يقدر يكون هاي التصاميم بهذا الشكل بأريحية تامة. مظبوط. لاحظت الألوان كلها ألوان باستيل، ما فيش مثلا الأحمر، ما فيش الأورنج، هذه الألوان الفاقعة ما هي موجودة؟ موجودة في حسب الموسم، يعني هلا نحن في الربيع مثلا ممتدين إلى الصيف، فهي ألوان الربيع عندهم اللي هي inspired by cherry blossoms أو الماتشا green tea، فألوانهم الفواتح ألوان الربيع. فين ممكن نحطها في البيت يعني زي هذه؟ حلو. هلا بداية في الفلسفة اليابانية عامة في الإهداء يفضل دائما اللي جايب الهدية للشخص ما يجيب له إياها مع القارورة اللي تحت أو هي الفيز، لأنه أنت لما تعطيها أنت حكمتيه في وين يحطها في البيت. إنما أنت عطي الحرية إلى المالك اللي حيستلم هاي الأسورتمنت إنه يحطها وين ما هو حابب. طب ما هو السر في التنسيق، ولا كيف يكون إيكيبانا؟ ما هو التنسيق كمان لي دور عشان أبين إنه هذا كمان من الفن الياباني. صح. فأنت بتنسقيها بهذه الطريقة، تعطيهم إياها على حتى هذا اللي تحت المصمم الفيز، تسمى الفلسفة وابي سابي، اللي هي إنه الإنسان يرى الجميل في اللامثالية. فأنت يفضل يكونوا مش مثاليين كتصميم اللي تحت. أنا عجبني هذا المبدأ، وأنا دائما أقول مو شرط المثالي يكون شيء حلو ترى. صح. بالعكس، حلو الواحد يكون عنده هويته. كمان هنا قاعدة تنسق هذه الورود، ألوانها جميلة جدا، الأورنج والأصفر. هاي أكثر من إيحاء الصيف، ألوان الصيف. مزبوط. نعم. مزبوط. يعني طيب كمان لاحظت إنه ممكن بتدخل فيها الحجر، ممكن يعني الفازة نفسها أو الفيز مهم جدا، القاعدة أيضا. كيف بتختار القاعدة؟ الأهم دائما هو إحدى قواعد الإيكيبانا، أولا إنه الإنسان اللي عم يشتغل عليها يكون صامت. أيوة، عشان يقدر يدخل في الهدوء. الشغلة الثانية يتصل في الطبيعة، فأي عنصر طبيعي يحبذ إنه يستخدم في الإيكيبانا. على صعيد المثال، القارورة اللي تحت أو الفيز أو الصحن يكون مصنوع يدوي، يكون مصنوع من الكلي أو من الفخار، أجن ألمنت من الطبيعة. إضافة لأي شيء بخص تنسيق الأسورتمنت يكون كمان من روح الطبيعة. صراحة استفدنا من هذه الفقرة كثير، أنا شخصيا حبيتها جدا. شكرا لك طارق أبو سمرة لوجودك معنا. شرفنا.